الكريمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله. فهنا نعود من جديد إلى مضمار إزرازير، أكبر المهرجانات الخيل في البلاد، بعد غياب موسم واحد فقط اللي هو 2014. هذا الموسم بسم الله ما شاء الله موسم عام 2015، فإحنا تأخرنا لمدة شهرين فقط على غيابنا وتأسيس للخيول لمهرجان الخيول العربية الأصيلة هنا في مضمار الزرازير. فنحمد الله تعالى بعد جهد جهيد، والكل يعرف طبعا شو صار معنا. نحمد الله تعالى على ان قدرنا نحقق ان نفتح هذا المضمار. نحمد الله تعالى. إذا إخواني كما ذكرنا لكم سابقا أن هذا المهرجان والمهرجانات القادمة إن شاء الله بعون الله تعالى تحظى برعاية المجلس المحلي بيت زرازير برئاسة السيد عاطف غريفات أبو محمود الداعم الرسمي لهذا النوع من الرياضة، ركوب الخيل والفروسية، وأيضا المجلس الإقليمي عمك إسرائيل، أول مضمار تشهده البلاد يحظى بدعم وإشي رسمي من ضمن الشرطة الجماهيرية من المجلس المحلي أيضا المجلس الإقليمي كما ذكرنا. يا أخوان بسمع ذنبنا اللي ما تعشى جيري طالع على عشرة، هاي هم هاي هم يا ابو ماجد عز الديوان.